إيقاع معركة التحرير تغير في محافظة البيضاء. الجيش الوطني والمقاومة في مديرية ناطع يواصلون مهمة التحرير على وقع الإنجازات الكبيرة التي حققها هذا الجيش في بيحان المجاورة في شهر ديسمبر الماضي. وتعد مديرية ناطع المسرح الأهم للمواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في هذه المرحلة. قرية حجلان واحدة من قرى ناطع التي باتت محررة بفضل جهود أبنائها الذين أنجزوا مهمتهم بما تيسر من الإمكانيات. الحمد لله حررنا منطقة نابة بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل القيادة. رغم أن على الرغم أن الميليشيات قصفت قصف عشوائي، يعني بيوت لا فيها مقاومة ولا سببت أضرار، لكن الحمد لله لا شيء يوقف الجيش عن التقدم في هذه الجبهة وصولا إلى تحرير كامل البيضاء. ينتظر هؤلاء المقاتلون المزيد من الإسناد والدعم من أجل إنجاز مهمتهم وطي صفحة الميليشيا في المحافظة التي شكلت طيلة الفترة الماضية عمقا جغرافيا مهما. فأدعو الجهات المعنية بالإغاثة أن تنقذهم بغذاء، هذا أولا. وبالنسبة لنا إحنا أدعو من الجهات المعينة لنا بأن تنقذنا بأسلحة بأطقم بأسعافات، هذه أدعيه. طيران التحالف قدم إسنادا لمعركة الجيش في ناطع، حيث قصف عدة مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في المديرية وفي غيرها من مديريات محافظة البيضاء. وبحسب المصادر الميدانية فقد أغار طيران التحالف على مواقع الميليشيا في جبل باعر وجبل الصرير في مديرية ناطع، وأسفرت هذه الغارات عن تدمير عربتين عسكريتين. السلطة المحلية للبيضاء وقفت على تطورات المعركة، فها هو محافظها صالح الرصاص ووكيل أول المحافظة خالد العواضي يجتمعان بالقيادات العسكرية والأمنية وقيادات المقاومة وأعيان ومشائخ ومثقفي محافظة البيضاء بمدينة مارب المجاورة. اللقاء بحث احتياجات محافظة البيضاء على درب التحرير من الميليشيا الانقلابية والحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوحيد الصف والكلمة ونبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة. إرادة صلبة لخوض معركة التحرير في البيضاء، ويبقى الرهان معقودا على دعم الحكومة الشرعية والتحالف لتحقيق واحدة من أهم أهداف معركة دحر الميليشيا واستعادة الدولة.